بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. على بركة الله انطلق اللقاء المنتظر، لقاء النادي الأهلي واتحاد الشرطة، واحدة من لقاءات الجولة رقم 23 مشاهدينا في منافسات الدوري الممتاز. طبعا ما فيش وقت، وبدأنا مع حضراتكم على طول من صافرة البداية، ومع أول توقف إن شاء الله هنقول لحضراتكم أول مفردات هذا اللقاء وهو تشكيلة الفريقين. النهاردة فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز رقم 16 وهو أحد أضلاع مثلث الهبوط، المدير الفني رقم 3 الكابتن هاني رمزي، بيبدأ النهاردة بعمرو حسام في حراسة المرمى، قدامه أربعة: أحمد عادل، عماد حلمي، خالد سطوحي، محمد عبد السلام. قدامهم ثلاثة في وسط الملعب: تراوري، حسام عبد العال، خالد الغندور. ومثلث هجومي لاتحاد الشرطة مكون من صلاح ريكو، محمد بسيوني، ومصطفى شمامة. على الجانب الآخر مارتينيول المدير الفني الهولندي في رابع لقاءاته في الإدارة الفنية للنادي الأهلي، وهو أيضا المدير الفني رقم 3 للنادي الأهلي هذا الموسم، بيبدأ بأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر: محمد هاني، رامي ربيعة، حجازي، حسين السيد. قدامهم اثنين: أحمد فتحي وحسام غالي. وأربع أوراق هجومية للمارد الأحمر ممثلة في مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وفي الأمام عمرو جمال. النهاردة طاقم تحكيم دولي بيدير هذا اللقاء بقيادة حكمنا الكابتن محمود عاشور، بيساعده كل من أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، بينما الحكم الرابع هو سامح فاروق. علماء اللغة مشاهدينا الكرام بيقولوا إن التضاد يظهر المعنى ويوضحه، ولكن في كرة القدم وفي عالم المستديرة بتقبل كل الاحتمالات ولها رأي آخر في هذه المقولة. النهاردة لقاء أهل القمة بأهل القاع، الأهلي المتصدر برصيد 47 نقطة بيواجه النهاردة اتحاد الشرطة صاحب المركز 16 برصيد 16 نقطة. مباراة الفريقين بيبحث عن الثلاث نقاط، وادي انطلاقه عند عبد الله السعيد، عدى حلو واحد والتاني، وادي العرضيه، ادي العرضيه في منتهى الخطوره، عدت من قدام الغزال، وكان مؤمن زكريا موجود على القائم التاني، ولكن بص شوف عبد الله السعيد بيعمل ايه، وادي اللمسه الاولى من سطوحي واحمد عادل قبل مؤمن زكريا على طول يعمل ابعاد. النهارده اللقاء رقم 11 اللي بيجمع ما بين الفريقين، طبعا النادي الاهلي هو صاحب المقام الرفيع بسبع انتصارات وتعادلين وانتصار وحيد لاتحاد الشرطه في لقاءات الفيس تو فيس، بينما لقاء الذهاب زي ما حضراتكم تابعته كان انتهى بفوز كبير وعريض للنادي الاهلي 7-3 في ملعب برج العرب. عموما هنشوف النهارده ال 90 دقيقه ما بين النادي الأهلي واتحاد الشرطة هتقول إيه، ولمن ستبتسم المستديرة مشاهدينا في هذا المساء. ضغط على محمد هاني، بيفقد الكرة في وسط الملعب، لسه بنلعب في أول أربع دقايق. طبعا الشرطة على يمين الماسورة الرئيسية في ملعب بيتروسبورت بالتيشيرت الأبيض والشورت الأبيض، بينما المارد الأحمر النادي الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأزرق النهاردة في مواجهة اتحاد الشرطة. تتلعب رمية التماس على طول ابعاد وتواجد دفاعي جيد من لاعبي النادي الاهلي بكثافة عددية، صحيح في تناقض وفي جاب وفي مسافات ما بين الفريقين، لكن داخل البساط والتسعين دقيقة كرة قدم لا تعترف الا بالجهد والعرق والتركيز والاستعداد الامثل للقاء. محمد بسيوني الكرة الأمامية على طول شمامة، يدوس على كورته ويعمل محطة لمصلحة اتحاد الشرطة. حسام
حسام عبد العال دخل نفسه في الزحمة، ولكن لسه الكرة سجال ما بين أقدام لاعبي الفريقين. أحمد عادل، يحيى تراوري اللاعب الإيفواري على طول يرجع عند عماد، عماد بيزقها كرة للأمام ولكن هاني موجود على طول تغطية، كرات رايحة جاية والكل بيبحث عن المبادرة، المبادرة الإيجابية، المبادرة الشجاعة. دايما في كرة القدم هناك طريقتين للعب، يا إما أن تكون ضحية أو محارب نبيل، يا إما أن تكون فاعل أو ردة فعل. عليك أن أنت تتخذ القرار وتحدد الطريقة التي ستلعب بها أو تترك الكرة تتلاعب بك. هنشوف لسه في أول 6 دقايق. أدي الكرة على طول الأمامية ولكن رامي حسام غالي، تمريرة للأمام على طول عبد الله ينكشها حلو عند الغزال، بيوزع لمؤمن زكريا، تقدم من مؤمن في مكان خطير، ودي الربط مع عمرو جمال ولكن اتحرك 10 على 10 في اللقطة اللي فاتت ديت خالد سطوحي. ادي عمرو جمال 3 اهداف حتى الان لعمرو جمال وهو يشارك النهارده في اللقاء رقم 16 ليه هذا الموسم. عمرو حسام الحارس الشاب اللي بيلعب النهارده اللقاء رقم 17 ليه. صلاح ريكو يعمل كنترول، هداف فريق اتحاد الشرطه ريكو ب5 اهداف. مره ثانيه شمامه كوره 1-3 ولكن يطاح رمضان على طول يسلم عبد الله، وادي رمضان عدى ولكن على طول تواجد من خالد سطوحي وفي صفاره وفي خطا بيحتسبها حكمنا الدولي الكابتن محمود عاشور، دولي من 2011 صاحب 39 عام. الخطأ موجود لمصلحة رمضان. حسام غالي بيمرر في الجبهة اليسرى، عبد الله السعيد بيرجع من جديد، رامي ربيعة، كلها تمريرات. ادي الكرة الأمامية على طول بيراها بسيوني ولكن بترتد مرة تانية، وادي صفارة وخطأ وقرار سليم جدا جدا. وادي هاني رمزي لاعب الدولي المصري الكبير اللي عنده 125 مباراة دولية. هاني رمزي لعبها وأدى بقميص وألوان منتخبنا الوطني، والمدير الفني طبعا الكفء صاحب 47 عام، تولى تدريب اتحاد الشرطة وصرح وقال ان انا قبلت المهمة رغم انها مغامرة كبيرة. النهاردة اللقاء رقم 6 لهاني رمزي، لعب 5 لقاءات منذ ان تولى مهمة ادارة اتحاد الشرطة خلفا للكابتن فتحي مبروك. عمل انتصار اول لاتحاد الشرطة على انبي، وعمل 3 تعادلات اخرهم كان مع سموحة تعادل إيجابي 1-1، ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة. وآدي اللقطة الوحيدة اللي عملها عبد الله، ولولا اللمسة المتتالية من دفاع اتحاد الشرطة كانت هتبقى كورة وفرصة كبيرة جدا جدا لمصلحة النادي الأهلي. مرة تانية محمد عبد السلام اللي بيلعب كظهير أيسر، آدي كورة عمرو حسام يحزقها ويحطها في مكان خطير، ضاغط لاعبي النادي الاهلي. وعبد الله على طول بيلعب كوره كروس قويه جدا، ولكن ايضا تمركز جيد من احمد عادل، خبره احمد عادل. النهارده بيلعب اللقاء رقم 167 ليه في منافسات الدوري الممتاز، وهو اللقاء رقم 15 ليه بقميص اتحاد الشرطه. هنشوف اتحاد الشرطه في موقف صعب، والنادي الاهلي بيسعى للعدو بقوة نحو خط النهاية قبل كل المتنافسين. محاولة تحضير واختراق من الجبهة اليسرى للنادي الاهلي اللي مع انطلاق الدقيقة 6 بدأ يسيطر وبدأ يتراجع
فريق اتحاد الشرطة. ادي الكرة الامامية ولكن اطول اطول من اللازم. فريق اتحاد الشرطة في موقف لا يحسد عليه، خصوصا بعد لقاءات وبعد نتائج هذه الجولة، النتائج اللي فاز فيها المقاولين العرب على غزل المحلة ورفع رصيده الى النقطة 23، وهو اقرب الفرق لاتحاد الشرطة اللي متوقف رصيده عند 16 نقطة. وايضا اسوان النهاردة اتغلبت ولكن بعيدة 28، وايضا الطلائع الجيش قدر ان هو يفوز هذا الاسبوع ويصل للنقطة 29. علشان كده مباراة في منتهى منتهى الأهمية لفريق اتحاد الشرطة، لابد ان هو يتحرك من النقطة 16. لكن النهاردة بيواجه النادي الأهلي فرقتين ما عندهمش ابدا ابدا رفاهية فقد للنقاط. الأهلي بينافس على الصدارة، واتحاد الشرطة هو الضلع الثالث من اضلاع الهبوط، اللي طبعا مع الضلعين الأساسيين غزل المحلة وحرس الحدود. كرة بيحتسبها عاشور خطأ، تتلعب على طول رامي ربيعة، لمسة من مؤمن زكريا، محمد هاني يصل لكرة في التوقيت المناسب، والمرة دي بياخد صفارة وخطأ، وشايف أيضا كارت أول. كارت أول هيبقى من نصيب صلاح ريكو لاعب فريق اتحاد الشرطة. هنشوف اللقطة مرة تانية، اعتبر ان فيها اهمال وفيها محاولة ازاء، وكارت مستحق لصلاح ريكو في الدقيقة 12. عبد الله السعيد على طول لهاني، تمريرات المميزة لأداء النادي الأهلي، لكن شايف تراوري مقرب من عبد الله السعيد. هنشوف قراءة الكابتن هاني رمزي، وأيضا المدة اللي توقف فيها الدوري. صحيح النادي الأهلي لعب مع ديروت في الكاس، واتحاد الشرطة الصراحة برضو لعب مع غزل بورسعيد وفاز بسداسية نظيفة اتحاد الشرطة وتأهل لدور الستاشر ليلاقي نادي الزمالك، بينما النادي الأهلي هيقابل حرس الحدود. ودي الكرة الأمامية خطيرة، كرة أمامية خطيرة ولكن أقرب عمرو حساب. هنشوف مارتن يول هل استفاد من التوقف. مرة تانية لعب وان تاتش، ولكن التمريرة من عبد الله أطول من اللازم. يطلع عمرو حساب، أدي الكرة اللي كان بيتابعها مؤمن زكريا، ولكن اتحرك حلو، اتحرك حلو عمرو حساب. أدي مارتن يول ومايكل ليندمان وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري ودكة البدلاء للنادي الأهلي. خرج النهاردة الشيخ، وخرج أيضا مسعد عوض من التشكيلة اللي كان مستدعيها مارتن يول، لكن موجود على دكة البدلاء إكرامي، حمد الله على السلامة، وسعد السمير والسلية، وأيضا حسام عاشور حمد الله على السلامة، ووليد سليمان وجون أنطوي والجان عماد متعب. دي دكة البدلاء للنادي الأهلي في هذا اللقاء. كرة بجوار الخطوط، أحمد حجازي بيحط جسمه بشكل جيد وعدى بمهارة كبيرة جدا جدا، وبيعمل تمريرة للأمام ولكن بتتجاوز خط الملعب وتبقى تماس. أدي أحمد حجازي اللي بيلعب النهاردة اللقاء رقم 21 ليه. ادي الكابتن هاني خبرة كبيرة ومشوار احترافي كبير، لكن المهمة مع اتحاد الشرطة مهمة صعبة وشاقة. كرة للامام على طول، لمسة من مؤمن زكريا، بيعمل محطة انتظار في وسط الملعب علشان يبدأ لاعبي النادي الأهلي يتحركوا للأمام. أحمد حجازي، حسام غالي لعب من لمسة واحدة والتزام من لاعبي اتحاد الشرطة. أدي التحرك المرة دي من عبد الله، يحطها حلوة، يحطها حلوة جدا جدا بطريقة ماكرة.
كانت هتغالط عمرو حسام وتبقى الهدف الاول وكان هيقدم لنا، ولكن بص شوف ادي التحركات اللي بقول لحضراتكم عليها اثناء تحضير الهجمه، ولكن عبد الله لمسه واحده في اتجاه المرمى، كوره كانت هتقدم لنا اول لقطه مضيئه في احداث اللقاء في الدقيقه 15، ولكن عدت الكوره اعلى من العارضه ومن ال 2 متر 44 سنتي. مره ثانيه عماد حلمي، كوره للامام، لمسه من شمامه، ما تلاقيش الا حجازي الربيعه، كره للامام في اتجاه رمضان، الولد الشقي ابو التفانين حدوته، رمضان اللي اسعد الملايين واسعد الجمهور المصري في لقطه لقاء نيجيريا والتفوق بهدف نظيف. ادي كوره وتقدم جديد للنادي الاهلي، ولكن ما ربطش المره دي حسين. ادي حسين السيد النهارده بيلعب اللقاء رقم 6 ليه بعد غياب لصبر الرحيل. مارتينيول تاني لقاءاته في الدوري الممتاز ورابع لقاءاته فنيا مع النادي الاهلي، اذا حسبنا طبعا لقائي دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، لكن اجمالا هو اللقاء رقم 660 لمارتينيول، طبعا مع كل الانديه. ادي رمضان عدى بمهاره كبيره، رمضان لسه هنشوف هيعمل ايه، دخل نفسه في الزحمه ولكن على طول تراجع لاعبي اتحاد الشرطه وعملوا ابعاد، ضغط من النادي الاهلي عايز يسيطر ويسجل الهدف الاول، لان الهدف الاول هيحل المساله. وادي الجول، ادي الجول، وادي الاجابه، ادي الجول، وادي الاجابه من مؤمن زكريا بتاع الاجوال. مؤمن زكريا في الدقيقة 16 بيجيب عن السؤال اللي لسه منذ ثواني قليلة بقول لحضراتكم، الجون الأول هو اللي هيحل اللغز وهو اللي هيفك الشفرة، عملها مؤمن زكريا وحطها بلياردو في العرض، ولكن بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية، أدي مارسيلو بص ورفع، وأدي الراسية، أدي الراسية وجول. جول لمصلحة النادي الأهلي مشاهدينا في الدقيقة 17 من عمر وزمن اللقاء، علشان مؤمن زكريا يفتتح التسجيل ويضع الهدف الأول للنادي الأهلي والهدف رقم 6 لمصلحة مؤمن زكريا، واحد لا شيء لمصلحة النادي الأهلي، هدف هيدي ثقة للنادي الأهلي ويضع ضغوط وأعباء على فريق اتحاد الشرطة، اللي قلت في مقدمة اللقاء إن هو ما عندوش رفاهية إن هو يفقد نقاط لأن الموقف صعب، لكن النهاردة بيواجه النادي الأهلي صاحب المركز الأول اللي طبعا بيأمل إن هو يفرد ويغني على القمة منفردا. في صفارة من محمود عاشور واقع لاعب من النادي الاهلي، سلامات عمرو جمال، سلامات يا عم، لكن دايما اللقاءات اللي بيبقى فيها تفاوت في الترتيب وتفاوت في المستوى مهم جدا جدا ان انت تنتزع المبادرة وتسجل من بدري علشان تقول انا هنا وتعبر عن قدراتك وامكانياتك، ولكن طبعا هاني رمزي كان يامل ان الدقايق تمر وان لاعبي اتحاد الشرطه يقدروا مع مرور الوقت ومع مجارات لاعبي النادي الاهلي التشكيله تقريبا اللي كلها دوليه، ولكن بص شوف الحكايه، بص شوف الروايه، عرضيه ما فيش اجمل من كده من حسين وراسيه بعد تحرك رائع من مؤمن زكريا، سرق محمد عبد السلام وحطها في مكان لا يصد ولا يرد علشان يتقدم النادي الاهلي مشاهدينا بهدف في الدقيقه 17. رمضان صبحي، حسين السيد، احمد حجازي،
بيلعب كرة للأمام ولكن بترتد من جديد توصل لرامي. رامي عايز يوزع اللعبة عند عمرو جمال. قام بالسلامة عمرو، كرة هات وخد، ومحاولة للربط من بسيوني مع شمامة. مثلث هجومي لاتحاد الشرطة، ريكو بسيوني شمامة، لكن مهمتهم صعبة. هنشوف أفكار والتحول والتغير في السيناريو من الكابتن هاني رمزي ومن لاعبي اتحاد الشرطة بعد ما تأخروا بهدف. هنشوف ردة الفعل هتكون ازاي. مؤمن زكريا على طول بيغير اتجاه اللعب ولكن أطول وأقوى من اللازم. تنتهي برمي التماس. يحيى تراوري بيلعب كرة للأمام، شمامة يعمل محطة لعب جيدة، ريكو مقفول عليه زاوية التمرير بعد ارتداد من محمد هاني يطلع الكرة إلى خارج الملعب. تماس، أدي الكابتن هاني رمزي. نتائج إيجابية في الخمس لقاءات، قلت لحضراتكم قدر إن هو يحقق في أول لقاء ليه منذ أن تولى المهمة إن هو يفوز على نادي السابق فريق إنبي 3-1، وهو الانتصار الوحيد اللي عمله الشرطة طوال ال 22 جولة الماضية. رمضان صبحي عايز يعمل مساندة ولكن مضغوط عليه يستفيد وياخد رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي. أدي لمسة من عبد الله، وأدي مرة تانية اللمسات واللدغات، وأدي التسديدة. جول 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 جول، عملها فتحي وزي ما سجل في الكاس يعيد القارة مشاهدينا في الدقيقة 22 ويحط صاروخ على يمين عمرو حسام بعد جملة وبعد نغم وبعد انسجام. بص شوف اللمسات، بص شوف اللدغات. عبد الله السعيد رمضان الغزال، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على جمعة التمرير وخمس لمسات وفي الستة جول من أحمد فتحي اللي بيضع أول أهدافه مشاهدينا هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، ويدي فرحة وسعادة كبيرة للهولندي مارتن يول لأنها جملة، والجملة الحلوة مفيش حد يختلف عليها خصوصا لما بيصاحبها نهاية سعيدة زي ما عمل أحمد فتحي. اتنين لا شيء لمصلحة النادي الأهلي، وقلت لحضراتكم إن الإجابة السريعة اللي عملها مؤمن زكريا في الدقيقة 17 والحل بالضربة الرأسية والهدف الأول وضعت اتحاد الشرطة في ورطة، وتضع لاعبي النادي الأهلي في قمة هذا اللقاء وفي قمة المشهد. 22 دقيقة أولى، الأهلي 2 والشرطة حتى الآن لا شيء. مصطفى شمامة، حسام عبد العال على طول التمريرة الأمامية مضغوط على ريكو، ودي الهجمات والتقدم من لاعبي النادي الأهلي عندهم مساحات علشان كده هيعملوا خطورة كبيرة جدا جدا على فريق اتحاد الشرطة. لكن جاب جون مؤمن زكريا وعمل اسيست تهيئة لأحمد فتحي، مفيش أجمل ولا أبدع من كده. نتيجة لقاء الذهاب 7-3 وهي أكبر نتيجة هذا الموسم، لكن طبعا أكبر انتصار من نصيب النصر الأخضر النادي المصري البورسعيدي لما فاز على بني سويف 11. حسين السيد على طول لمؤمن زكريا، انتشار وتحرر وثقة بفضل الهدفين. أحمد حجازي على طول رامي ربيعة، بيتقدم رامي رجولة. محمد هاني بيغير اتجاهاته، هاني مرة تانية سيطرة واستحواذ زي ما انت عايز تقول. قول وادي رمضان لعبد الله، عايز يجري ويعمل بينية خبيثة من عبد الله السعيد ولكن المرة دي ما تعديش من دفاعات اتحاد الشرطة طبعا اللي ضربوا لخمة بعد الهدفين المتتاليين وبعد الضغط
المتقدم من لاعبي النادي الاهلي مش قادرين يطلعوا من نص الملعب فريق اتحاد الشرطة. قلت لحضراتكم في جاب وفي فارق في القدرات وفي فارق في التاريخ وفي فارق في كل المفردات. صحيح كرة القدم لا تعترف بمثل هذه الفوارق. مدي ركلة الجزاء بعد نظرة من المساعد الأول أحمد حسام طه. محمود عاشور بيحتسب ركلة الجزاء في الدقيقة 26، لكن بفضل المساندة والمساعدة من المساعد الدولي هنشوف الحكاية هل فيها خطأ. آدي محمد هاني مندفع سبق وحط جسمه في اللقطة اللي فاتت، لكن من وجهة نظري ما فيهاش حاجة، من وجهة نظري ما فيهاش حاجة، ولكن من وجهة نظر أحمد حسام طه وبالتنسيق مع محمود عاشور بيحتسب ركلة الجزاء لمصلحة النادي الأهلي، وهي ركلة الجزاء رقم 82 في بطولة الدوري الممتاز. 61 ركلة تم تسجيلهم و20 ركلة تم إهدارها، آخرهم ركلة جزاء أسوان النهاردة. وشايف عبد الله السعيد على بعد 11 متر في مواجهة ثنائية مع عمرو حسام. هنشوف عبد الله هيعمل ايه، وداخل عبد الله وداخل عبد الله وبيحط فين، ولكن بينقذ عمرو حسام لقطة الهدف الثالث ويضيع كلاكيت تاني مرة. عبد الله السعيد ركلة جزاء كلاكيت تاني مرة ضيع مع غزل المحلة عبد الله، والنهارده في الدقيقة 27 بينقذ حارس المرمى عمرو حسام مرماه من ركلة جزاء تم احتسابها. ودي كورة مرة تانية خطيرة، ولكن النادي الأهلي النهارده عنده فرصة كبيرة جدا جدا ان هو يعمل نتيجة كبيرة على اتحاد الشرطة. 2 لا شيء وركلة جزاء مهدرة. مش بس أسوان ضيعت النهاردة فؤاد سلامة، ولكن عبد الله السعيد في نهاية هذا المساء، مساء اليوم الثاني لمنافسات الجولة 23، بيهدر ركلة الجزاء رقم 21 هذا الموسم. عنده 7 أهداف عبد الله، لكن أبى ورفض إن هو يزود عداد أهدافه ويزيد ويصل للرقم 8، لكن تألق من الحارس الشاب عام حسام غالي. محمد هاني كلها محاولات، ورغم تراجع لاعبي اتحاد الشرطة لكن مفيش حد ماسك حد، وان لاعبي النادي الاهلي قادرين انهم يتحركوا بسهولة ويسر زي ما حضراتكم شايفين، وبيصلوا لمناطق خطيرة جدا جدا تهدد مرمى الحارس عمرو حسام. كرات واداء في تناغم وانسجام وتفاهم كبير جدا جدا بيلعبوا السهل الممتنع لعبة النادي الاهلي. ادي هات وخد وخد وهات، ولكن لمسة أطول من اللازم من رمضان. أدي عبد الله حطها مقروءة جدا جدا، عبد الله أريها ولكن عامل التراي 10 على 10 عمرو حسام، وينقذ فريق اتحاد الشرطة من ارتفاع الفارق ووصوله إلى الرقم 3. عمرو حسام النهارده بيلعب اللقاء رقم 17 واهتزت شباكه ب 17 هدف، بل هدفين اللي احرزهم النادي الاهلي النهارده. يحيى تراوري، احمد عادل، الكوره الاماميه، الكوره اللي مش قادر يطلعها ولا يخرج بيها هاني رمزي ولا لعيبه اتحاد الشرطه. حتى الان لعب وان سايد جيم كله في مصلحة النادي الأهلي. مصطفى شمامة، حسام عبد العال بيغير اتجاه اللعب بعد ما اتقفلت كل المساحات. صلاح ريكو مرة تانية لحسام، 3-4 تمريرات بشكل جيد، ولكن التمريرة الأمامية عايز يوقفها محمد هاني، لكن فيها خطورة وفيها مبالغة.
رمي التماس لمصلحة الشرطة، وبنلعب في الدقيقة 30. ادي بسيوني عنده هدفين بسيوني، ولكن الضغط عليه، ودي الهجمة المرتدة اللي هتبقى مزعجة وخطيرة جدا جدا لمصلحة النادي الاهلي، ودي تمريرة بمنتهى الخطورة، ودي رمضان في مكان خطير عايز يلعبها، عايز يلعبها للغزال رمضان، ولكن خالد سطوحي شابوه، خالد سطوحي يعمل تاكلينج في اللقطة اللي فاتت، ولكن بص شوف بص شوف نص ملعب اتحاد الشرطة مفتوح على مصراعيه، والهدفين طبعا قابلين للزيادة في أي لحظة من اللحظات. تتلعب الركنية رقم 4، ولكن على القائم الأول على طول ريكو لباسيوني بالمهارة الفردية، عايز يعمل مشوار باسيوني، ولكن مرتد معاه مؤمن زكريا، هو في صفارة وفي خطأ لمصلحة باسيوني. ضربة حرة مباشرة، هنشوف اللقطة مرة تانية. خدوا وأوقف الانطلاقة مؤمن زكريا، ضربة حرة مباشرة، ورابع الأخطاء على النادي الأهلي. ضربة حرة مباشرة، حسام عبد العال يلعبها كرة في القلب، ادي لمسة لأحمد عادل عبد المنعم، النهاردة بيلعب لقاء رقم 5 ليه، ولقاءه رقم 80 بقميص وتشيرت النادي الأهلي. صفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة ضد يحيى تراوري، هنشوف اللقطة. ضاغط على عبد الله السعيد، ولكن في دفع من الخلف. رامي ربيعه حجازي حتى الان اول 32 دقيقه بيلعبوا بمنتهى الارتياحيه حجازي ورامي ربيعه. كرة للأمام في المساحة بعد تحرك من عمرو جمال، عمل كنترول نموذجي عمرو. حسام غالي يسلم رمضان، بيعدل نفسه، ولكن على طول ضغط على عمرو جمال، ياخد خطأ وصفارة، ضربة حرة مباشرة. صحيح أول ما بيفقد لاعبي الشرطة الكرة الكل بيرتد في نص ملعبه، ولكن واقفين بدون رقابة حقيقية، واللعب الوان تاتش اللي بيعمله لاعبي النادي الأهلي مصعب المهمة تماما على لاعبي الشرطة في الرقابة. حسام غالي، مؤمن زكريا، وهاني رمزي بيطالب لاعبته بالضغط. في فرق كبير من ان انت تضغط ضغط فردي وضغط جماعي، في فرق طبعا، وفي فرق ما بين ان انت تضغط وان انت تحلق، فروق شاسعة جدا جدا. صلاح ريكو، تراوري يرجع لعماد، عماد حلمي على طول بيوزع كورة اطول من اللازم، ولكن في خطأ ضد خالد الغندور. صفارة ضربة حرة مباشرة، هنشوف اللقطة مرة تانية. ادي حسين فوت الكرة او خبطت فيه، وفي دفع من الخلف من خالد الغندور. حسام غالي بيعمل تمريرة بالخطأ، يفقد الكرة، ولكن في صفارة وفي لمسة يد وفي اعتراض من الجهاز الفني ومن حسام عبد العال. نفسنا ان حدة الانتقادات والنرفزة داخل الملعب تقل. وصلنا للدقيقة 35 والأهلي 2 واتحاد الشرطة لا شيء. رامي ربيعة على طول تمريرة في الجبهة اليسرى. أحمد فتحي النهاردة بيضع أول أهدافه فتحي في بطولة الدوري الممتاز بعد 5 تمريرات، ولا أجمل ولا أروع. أحمد حجازي، فتحي،
على مهله لاعيبه النادي الاهلي بتحضر، وطبعا لاعبي الشرطه سايبين التلت الاول او النصف، نصف ملعب النادي الاهلي خالي تماما. ادي الكره الاماميه والتحرك المره دي، ولكن الكره اسرع من مؤمن زكريا. كره للامام من خالد سطوحي ولكن بدون عنوان. لاعيبه النادي الاهلي بتضغط من اول تلت ومفيش قدره عند رباعي خط الظهر لاعبي الشرطه انهم يطلعوا كرات متقنه. عشان كده حتى الان مفيش ملامح هجوميه للاعبي الشرطه. ادي الكوره بتطلع اي حاجه، واول على طول لمسه بيقطعها لاعبي النادي الاهلي. رامي ربيعه غالي السهل الممتنع، لعب من لمسه واحده. احمد حجازي منتظر التحركات، حجازي على طول، عبد الله سقط للخلف ويفتح مساحات الملعب عند رامي، هيغير اتجاهه من جديد. خلاص لعيبه النادي الاهلي بعد ما تقدموا بهدفين اصبحوا مش مستعجلين. احمد عادل الكره الاماميه على طول، خالد الغندور يظهر في الكد، والتمريرة الأمامية دايما رامي موجود. محمد بسيوني ضغط عليه، محمد هاني، ريكو هات وخد، منتظرها على طول غالي، واحدة والتانية عايز يربط مع عمرو جمال ولكن تتقطع. ودي التمريرة الأمامية، محضر نفسه حسين السيد. أحمد عادل، حسين ترجع لأحمد عادل لحسام عبد العال، هيوزع كورة في الجبهة اليمنى عند الشمامة، هيعمل ايه؟ عايز يعمل هات وخد، وعمل اختراق جيد ولكن التو اطول من اللازم، تخرج ما يلحقهاش خالد الغندور. ادي الكابتن هاني رمزي نظرات، هل يستطيع ان هو كخطوة اولى ان هو يزلل الفارق؟ هنشوف ونتابع. مؤمن زكريا تعدي الكرة من تحت رجله، تماس لمصلحة اتحاد الشرطة. هل الهدفين هيصيبوا لاعبي النادي الاهلي بالاسترخاء؟ كلها افكار وكلها عادات سيئة عارفينها وحافظينها، لكن هنشوف. اللاعب المصري لما يحس ان اللقاء سهل وان هو متقدم يبتدي يفكر في اشياء اخرى بعيدة تماما عن كرة القدم، رغم ان لاعبي النادي الاهلي عندهم فرصة كبيرة جدا انهم يحرزوا عدد وافر جدا من الاهداف، خصوصا ان انا شايف الشرطة حتى الان مستسلم تماما لاداء ولتقدم ولإمكانيات لاعبي النادي الأهلي. حسام غالي على طول بيسلم لفتحي، حسين السيد فاتح في الجبهة اليسرى. أحمد فتحي، حسام غالي، التمريرة الأمامية على طول، كرة عند عمرو جمال، اتضغط عليه ترجع لرامي ربيعة. نسبة استحواذ كبيرة جدا للنادي الاهلي في اول 40 دقيقة لعب. مؤمن زكريا على طول تمريرة بالعرض ترجع له مرة تانية، مؤمن عايز يعمل الهات وخد ولكن ارتد ثلاثة من لاعبي الشرطة. وادي العرضية، ولكن يا ولد يا احمد عادل، بقول لحضراتكم خبرة أحمد عادل مفيش كلام، وعنده مشوار كبير جدا سواء مع الأولمبي أو سموحة أو دجلة أو مع النادي الأهلي اللي مثله في 26 لقاء أو الجونة أو الاتحاد السكندري، وده المشوار الطويل لأحمد عادل الظهير الأيمن. محمد بسيوني هيعمل تمريرة الشمامة، شمامة في مكان خطير ولكن على طول بيضغط عليه أحمد حجازي، وتخرج الكرة علشان تبقى الركنية الأولى لمصلحة اتحاد الشرطة في الدقيقة 40.
ركنية لمصلحة الشرطة. أكيد هيستغلوا الكرة الثابتة ويتقدموا بأكبر عدد ممكن. تتلعب على طول الركنية ولكن قافل دفاع النادي الأهلي. فتحي واقف في مكان سليم جدا. رمضان صبحي يعمل هات وخد وقدامه فدان ممكن يزيد فيه. ادي رمضان هيعمل ايه؟ منتظر التحركات. عمل تمريره وعلى طول حسام غالي هيغير اتجاه اللعب. وادي التسديده، ادي التسديده وفرص كبيره جدا جدا، فرص كبيره وارتياحيه كبيره للاعبي النادي الاهلي خصوصا في منطقه 18 اتحاد الشرطه. بص شوف العدد لاعبي النادي الاهلي، وادي الكوره اللي هياها حسام غالي، عايزه لمسه من الغزال ولكن الغزال حط فيها قوه وشالها، شالها من تحت لفوق علشان كده تعلى تعلى عن عرضه الحارس عمرو حسام وتضيع فرصه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. مره تانيه تمريرات واختراقات واداء كله كله في اتجاه مرمى الشرطه. صلاح ريكو يلعب كره لشمامه، هيعمل ايه؟ بيوزع عند خالد الغندور. ادي تقدم المره دي بشكل جيد، وادي العرضيه وريكو بيحاول يسيطر ولكن هاني على طول يعمل تاكلينج وابعاد. 20 سنة محمد هاني، واحد من الخامات الجيدة جدا جدا. النهاردة باسم لعب صحيح مباراة الكاس ولكن النهاردة خارج التشكيل. مرة تانية كرة للأمام في اتجاه اللاعب بسيوني ولكن في صفارة وفي خطأ. ادي محمد بسيوني اللي عمل تغيير للمراكز هو وخالد الغندور وجه ناحية الجبهة اليمنى، لكن عاشور اللقطة اللي فاتت ديت احتسبها خطأ على حجازي. طبعا ما فيهاش حاجة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة الشرطة ودخل المساعد الثاني أبو الرجال علشان يقدم المساندة لعاشور. خمس أخطاء على الأهلي مقابل تسع أخطاء على اتحاد الشرطة. وشايف خمسة أبيض داخل المنطقة، كرة خطيرة ولكن هنشوف هتتنفذ ازاي. هل يستغل الشرطة استرخاء لاعبي النادي الأهلي؟ ودي الكرة العرضية، ودي اللمسة الراسية، لمسة راسية المرة دي من مصطفى شمامة ولكن بجوار القائم الأيسر، جه من الخلف للأمام ووصل للكرة في توقيت جيد ولكن التوجيه ينقص. اللقطة اللي فاتت ديت مصطفى شمامة ان هو يشوف كويس ويوجه بشكل جيد. كرة الى خارج الملعب. الكابتن هاني رمزي عنده اوراق هجومية، عنده اجوجو صاحب الاربع اهداف موجود، عنده عبد الله سيسي، عنده عمر كمال عبد الواحد، عنده اسلام ابو سليمة واحمد جمال وعمر كرم، بالإضافة طبعا للحارس عصام سعد. هنشوف أفكار هاني رمزي إيه. وادي عبد الله السعيد بيغير اتجاه اللعب، وادي هدف، ادي هدف عملها عملها محمد عبد السلام وأناب وأناب عن لاعبي النادي الأهلي والنيران الصديقة. مشاهدينا الكرام تكمل على مأساة اتحاد الشرطة في هذا اللقاء، ولكن عبد الله أهدر ركلة جزاء وعمل تمريرة يخطئ فيها الظهير الأيسر محمد عبد السلام، حطها نموذج يا عيني يا عيني يا عيني. هدف عن طريق النيران الصديقة. مشاهدينا في الدقيقة 44 يرتفع برصيد أهداف المارد الأحمر في هذا اللقاء وتصبح النتيجة مشاهدينا 3 النادي الأهلي لا شيء اتحاد الشرطة. سعادة وفرحة وابتسامة وحضن كبير يضم كل أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي، لأن الفوز فرحة والفرحة تجيب فرحة. ولاعبي النادي الأهلي طبعا كل ما بيقدر إن هو يفوز في لقاء ويقتنس 3 نقاط جديدة بتقربه من جديد للعودة للقب الغائب في الموسم الماضي، اللقب
اللي انتزعوا الفارس الأبيض في الموسم الماضي بعد كام؟ بعد 8 مواسم متتالية للنادي الأهلي، لكن 3 لا شيء والنتيجة قابلة للزيادة. ودي عمرو جمال دخل وعايز يظهر ويقول أنا هنا، ومرة تانية كورة، ودي فنت، ودي التسديدة، جول 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 جول. الأهلي فتح الكلية، الأهلي فتح الكلية، ومهرجان الأهداف مشاهدينا في شهر إبريل بيقدمه النادي الأهلي بفرحة وسعادة كبيرة واستسلام كبير من لاعبي الشرطة، وأهداف متتالية. وزي ما أنت عايز تقول قول، ولكن بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية، وبص شوف النغم. يا عيني يا عيني يا عيني، ادي الغزال عمرو جمال، وادي الفنت من رمضان، وادي التسديده بيركنها بيركنها. مفيش اجمل من كده علشان احمد فتحي يضيف الهدف الثاني ليه هذا اللقاء، والهدف الرابع للنادي الاهلي، وتصبح النتيجه 4 النادي الاهلي لا شيء اتحاد الشرطه. دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع في احداث الشوط الاول. وقلنا في مقدمه المباراه هناك طريقتين للعب، ودي ضربه جزاء، ضربه جزاء في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع، وكارت لمحمد هاني. قلنا في طريقتين للعب، يا اما تكون ضحيه، يا اما تكون محارب نبيل، يا إما تبقى فاعل، يا إما تبقى ردة فعل. في لمسة يد، في لمسة يد على محمد هاني، ولكن أعتقد من خارج المنطقة، لكن طبعا خطأ غير مبرر من هاني. وركلة الجزاء رقم 83، صلاح ريكو عنده 5 أهداف، هنشوف ريكو هيقدم إيه. وريكو بيحط وبيحط جول 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 جول. اخيرا اخيرا الشرطه يضع هدف حفظ ماء الوجه في النصف الاول من الروايه بعد التسديد من ركله جزاء. عدت الكوره من تحت ايد احمد عادل عبد المنعم رغم ان هو توقع، ولكن الكوره تملي اسرع، ويقدر ريكو ان هو يذلل الفارق مشاهدينا. وفي هذه الاثناء بتنطلق صافره انتهاء احداث الشوط الاول بتقدم كبير للنادي الاهلي 4-1 الى الملتقى مع بدايه الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي ايمن الكاشف، الى اللقاء. اجدد التحيه بحضراتكم واحداث الشوط الثاني من لقاء اتحاد الشرطه والنادي الاهلي، واحده من لقاءات الجوله رقم 23 في منافسات الدوري الممتاز. شوط أول زي ما حضراتكم تابعتوا معانا مليء بالأهداف، تقدم النادي الأهلي على اتحاد الشرطة 4-1. والسؤال مشاهدينا الكرام، وإحنا بنتابع الدقيقة الأولى من عمر وزمن الشوط الثاني، هو ما هو مستقبل هذا اللقاء؟ هل يستطيع اتحاد الشرطة ان هو يقدم وجه غير، ولا ستستمر الهيمنة والسيطرة والتفوق للمارد الأحمر في هذا اللقاء؟ عموما الكابتن هاني رمزي عمل التبديل الأول، خرج محمد عبد السلام اللاعب اللي عن طريق الخطأ أضاف الهدف الثالث في مرماه، ونزل المهاجم البوركنافي عبد الله سيسي. هنشوف فكر الكابتن هاني رمزي ايه. على الجانب الاخر مارتن يول المدير الفني الهولندي لازال محتفظ بالتشكيله اللي بدا بيها هذا اللقاء، خصوصا انها قدمت 45 دقيقه على افضل ما يكون بمنتهى الارتياحيه. قدروا انهم يتقدموا 4 أهداف على فريق اتحاد الشرطه. وما ننساش ان عبد الله السعيد كمان اهدر ركله جزاء، كرة على طول من أحمد فتحي اللي النهاردة افتتح التسجيل ليس بهدف ولكن بهدفين. كرة بقلشة على طول، لمسة فيها تهيئة ترجع للحارس عمرو حسام. ادي مارتن يول عنده 659 مباراة قبل هذا اللقاء، واللقاء اللي قدام حضراتكم
هو رقم 660 إذا حسبنا عدد اللقاءات منذ عام 96 اللي تولى فيها مهمة معظم أو عدد كبير من الأندية الأوروبية، لكن هو بدأ مشواره التدريبي عام 91 والنهاردة بيلعب اللقاء رقم 600. حسام غالي بيعمل كنترول على طول التمريرة الأمامية، كرة مشتركة، يرجع أحمد عادل ويعمل المساندة على زمايله، ولكن لمسة راسية من حسين إلى خارج الملعب تماس. حسام عبد العال على طول لتراوري، هنشوف مين اللي راح علشان يلعب كظهير أيسر، هل هو خالد الغندور ولا مين؟ هنشوف. حسام عبد العال تمريرة للأمام، ولكن على طول حجازي بمنتهى الارتياحية، ودي الكرة الأمامية، ولكن في راية من المساعد الثاني. بالفعل خالد الغندور هو اللي هيلعب كظهير أيسر بعد خروج محمد عبد السلام ونزول لعبد الله سيسي. تبديل بيواجبه تغيير في مراكز اللاعبين داخل البساط، لكن مهمة صعبة ما فيش كلام للشرطة. وزي ما بنقول عندما تكون سندانا فتحمل، وعندما تكون مطرقة فاضرب. وبالفعل النادي الأهلي قدر ان هو يضرب في اول 45 دقيقة مرمى اتحاد الشرطة باربع اهداف متتالية، بينما هدف الشرطة اتى ايضا من ركلة جزاء نتيجة لمسة يد لمحمد هاني. يحيى تراوري على طول لباسيوني عايز يغير، ولا شمامة بيلعب عرضية ولكن قافلها، ترجع مرة تانية لشمامة في مكان خطير وبيعكس واحدة حلوة، وادي التسديدة، وادي جول 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 جول، عملها اتحاد الشرطة وفاجئنا. وادي عبد الله سيسي المهاجم البوركنافي يضع حياة وقبلة أمل وقبلة إشراقة في هذا اللقاء. بص شوف، آدي مصطفى شمامة كان عنده طموح ورغبة، ودي الكورة على طول بلغة الهداف عبد الله سيسيه، ياخد تسديدة بسيوني ويحط بضربة راسية لا تصد ولا ترد على يمين أحمد عادل علشان يخطو فريق اتحاد الشرطة خطوة جديدة إلى الأمام ويزلل الفارق مشاهدينا، وتصبح النتيجة 4 النادي الأهلي 2 اتحاد الشرطة. هدف حلو، هدف في الدقيقة 49، هيدي حماس للاعبي النادي الأهلي ويشعروا إن اللقاء لم ينتهي بعد، وإن الكورة لا تعترف زي ما قلت لحضراتكم بأي فوارق، ولكن الاستسلام والاسترخاء اللي أدى بيه لاعبي الشرطة مني مرماهم بأربع أهداف. ولكن واضح إن ما بين الشوطين هاني رمزي كان عنده حسن التوجيه ما بين الشوطين، علشان كده في أول أربع دقايق لعب يستغل اتحاد الشرطة بداية الشوط الثاني وحالة الهدوء والاسترخاء للاعبي النادي الأهلي، ويقدروا عن طريق اللاعب البديل عبد الله سيسي انهم يزللوا الفارق. احمد حجازي رمضان يرجع لرامي ربيعه، عندنا 6 اهداف ووصلنا في عداد الدوري الممتاز الى رقم 452 هدف. مرة تانية كورة ولكن مش لحد، دخل أحمد فتحي على طول يشيلها إلى خارج الملعب تماس. خالد الغندور، حجازي، عبد الله السعيد بيلمس، رمضان في وسط الملعب يعمل مساندة عند غالي، يحط جسمه وياخد الاستحواذ ويوزع كورة، ولكن كرة مشتركة وفي دفع من الخلف من حسين السيد، صفارة ضربة حرة مباشرة. ادي هاني رمزي،
عماد حلمي بيلعب على طول الضربة تعدي من عبد الله سيسي، النهاردة بيصل إلى تاني أهدافه عبد الله سيسي، والهدف رقم 22 ليه في بطولة الدوري الممتاز. كان أحرز 10 أهداف عبد الله سيسي مع نادي الزمالك من خلال 31 لقاء، وأحرز مع النادي المصري 15 هدف من خلال 42 لقاء، لكن منهم 22 هدف في بطولة الدوري الممتاز. النهاردة الهدف رقم 22 والهدف الثاني مع اتحاد الشرطة، كرة حلوة والشمامة عايز يربط، ولكن اللمسة الأخيرة من شمامة مش متقنة علشان كده تتقطع، ودي ضغط من ريكو ولكن بخطأ لمصلحة حسين السيد. ادي الضغط، ما كناش بنشوف الكلام ده أبدا أبدا في الشوط الأول، لكن خلاص فريق اتحاد الشرطة ما عندوش شيء يبكي عليه، الهدف هو الثلاث نقاط. أحمد حجازي رامي ربيعة، تقدم رامي على طول، حسام غالي لمسة من عمرو جمال، بينزل كتير لتحت عمرو في هذا اللقاء، ادي تقدم على طول من فتحي يوجد مساحة لعمرو جمال، يرجع يعمل المساندة عند حسام غالي، كلها تمريرات من لاعبي النادي الأهلي اللي بيحاولوا انهم يعملوا اكبر عدد ممكن من التمريرات علشان يوجدوا الثغرة والتمريرة الأمامية والتحرك الغير مباشر. ادي الكورة الأمامية، ولكن المرة دي كورة غير متقنة. مرة تانية الغندور رمضان صبحي، محاولة مرور بشكل جيد من هاني، والخطأ موجود من باسيوني. رامي ربيعة، ادي الترقيصة الحلوة من هاني، وشد وجذب طبعا واضح من محمد باسيوني. مؤمن زكريا، رامي ربيعة، كلها تمريرات، وارتد لاعبه اتحاد الشرطة. هنشوف عبد الله السعيد لأحمد حجازي، وادي الضغط المقدم او المبكر، ودي التمريرة المرة دي في المساحة، ولكن تحرك جيد من عماد، يسيبها حسام غالي عشان ياخد رمي التماس. حسام غالي هيسيب رمية التماس طبعا لحسين. عمرو جمال اتقفلت عليه السكة، وانتشار جيد من لاعبي الشرطة. رمضان صبحي يعمل كنترول ويعدل نفسه. مرة تانية عبد الله، واقع لاعب من النادي الأهلي، ولكن قام أحمد فتحي بيغير اتجاه اللعب لحسين، عمل كروس حسين نتج عنه الهدف الاول لمؤمن زكريا في الدقيقة 17، الهدف اللي من وجهة نظري سهل المهمة تماما على لاعبي النادي الاهلي. حسام غالي، وادي الضغط والتمريرة الخطأ، ياخدها المرة دي باسيوني، ودي مرة تانية عبد الله جول، عبد الله سيسي جول. الماتش اتقلب، الماتش اتقلب، وعبد الله سيسي بكورتين متتاليتين بيتحرك ويستغل. قلت لحضراتكم في استرخاء وفي تغيير للفلسفة عملها هاني رمزي ودفع بعبد الله سيسي. بص شوف الأخطاء، ادي الخطأ، وادي باسيوني يعمل تمريره للهداف عبد الله سيسي، بيسدد على طول بقدمه اليسرى، كوره تغالط احمد عادل عبد المنعم علشان يعود مشاهدينا اتحاد الشرطه ويقلب الطاوله ويقدم لنا مباراه ولا في الاحلام، وتصبح النتيجه 4 النادي الاهلي 3 اتحاد الشرطه. قلت لحضراتكم في بداية أحداث الشوط الثاني السؤال
السؤال هو ما هو مستقبل هذا اللقاء؟ ولكن هاني رمزي، هاني رمزي قدم شكل غير وأداء غير وتبديل مبدي بالدفع بعبد الله سيسيه اللي بيضيف الهدف الثالث لفريق اتحاد الشرطة والهدف الشخصي الثالث لعبد الله سيسيه والهدف رقم 23 لعبد الله سيسيه في الدوري المصري. 4-3 والمباراة عادت من جديد بعد أن الكل كان بيتحدث عن مهرجان أهداف ولقاء من جانب واحد، لكن لاعبي النادي الأهلي في أول 12 دقيقة دفعوا الضريبة، ودي العرضية، ولكن أحمد عادل يطلع على طول ويمسك رمضان صبحي، أحمد فتحي، الملعب مفتوح، والهدفين اللي سجلهم عبد الله سيسي هيدوا دوافع وهيخلونا نشوف 32 دقيقة من نار. محمد هاني بيعمل تمريرة للأمام، ولكن على طول عماد حلمي ياخد الكرة في المساحة بشكل جيد، عادي على طول حسام يحطها في مكان خطير، ولكن يقدر عمرو ان هو يعمل ابعاد. حسين السيد تسقط الكرة عند تراوري، يحيى تراوري الإفواري يطلع خالد الغندور. المباراة شكل تاني، شكل تاني وطعم تاني في الشوط التاني ما بين الشرطة والأهلي، ودي الكرة العرضية، ولكن رامي ربيعة على طول يعمل ابعاد، وحسام غالي اللي تراخى في التمرير في اللقطة اللي فاتت ديت كلفته هدف. أحمد عادل يلعب كرة للأمام، ولكن على طول ضغط من النادي الأهلي، أدي عبد الله بيسقط كرة، ولكن أحمد عادل يقدم تغطية واعية ويعمل إبعاد، وديريكو مرة تانية تخدمه الكرة، ولكن يضرب لخمة هو ومحمد بسيوني. حسام غالي، رمضان صبحي عايز يعمل الهات وخد، يسلم عبد الله ويغير الاتجاه. أدي حسام النهارده مش موفق تماما تماما في التمريرات. محمد هاني بيلعب كره المره دي للامام، حلو الكنترول من عبد الله. رمضان دخل للقلب وعايز يربط وربط في قلب الملعب مع مؤمن زكريا، ولكن بيغير اتجاهه، ودي التمريره، ولكن وقف وقف وتثبت عبد الله السعيد، تمر الكره الى خارج الملعب علشان تبقى تماس. ادي مارتينيول وجه غير اللي شفناه في اول 45 دقيقة، وكان في سعادة وفرحة وبالاحضان لقطات شفناها وعشناها مع مارتينيول والجهاز الفني للنادي الاهلي مع توالي احراز الاهداف في الشوط الاول، لكن دلوقتي الشكل اتغير. عبدالله السعيد يسلم غالي، عمرو جمال لعبد الله يطلع حسين السيد. قلت لحضراتكم نتيجة لقاء الذهاب كانت 7 النادي الأهلي 3 اتحاد الشرطة. النادي الأهلي هو أقوى خط دفاع، لم تهتز شباكه قبل هذا اللقاء سوى ب 14 هدف، النهاردة 3 أهداف، وصل إلى 17 هدف بالتساوي مع الزمالك اللي ايضا اهتز شباكه ب 17 هدف، اللي طبعا جماهيره كلها منتظره لقاء الغد، لقاء الكريمه ما بين الفارس الابيض والدراويش، وايضا غدا لقاء الاتحاد السكندري الزعيم الصغر مع حرس الحدود. كره للامام، مصطفى شمامه في الجبهه اليمنى عامل ازعاج، والعرضيه حجازي يطلع على طول من القائم الاول، ولكن بدينا نشوف مباراه رايحه جايه ما بين الابيض والاحمر على عكس الشوط الاول اللي كانت رايحه كلها في اتجاه واحد في اتجاه مرمى لاعبي الشرطه. كده المباراه اجمل وامتع. ادي محمد هاني، عبد الله السعيد يرجع لفتحي،
تقدم احمد فتحي عايز يكسب مساحة وعايز يمرر ومرر بمنتهى الدقة في الجانب الايمن، ودي العرضية كرة خطيرة ولكن تغطية، تغطية على طول من عماد وخالد سطوحي في القلب، وموجود مصطفى شمامة يسند على احمد عادل، وابعاد من مصطفى شمامة. كان فين؟ كان فين هواك يا حبيبي من بدري؟ صحيح كان فين الاداء ده من لاعبي الشرطة في الشوط الاول؟ سبحان مغير الاحوال. رمي التماس لمصلحة اتحاد الشرطة، خالد سطوحي يظبط ويلعب كرة عالية في اتجاه عبد الله سيسيح، حجازي يسلم مصطفى شمامة، هينتظر تقدم زمايله شمامة، تراوري لعبد العال، على طول احمد عادل عايز يربط، ادي الوان سري الحلوة لريكو، ريكو يطلع عادل يلعب العرضية، وادي العرضية حلوة، عرضية حلوة والله، فين والله مش ممكن. مباراة تانية بفريقين تانيين غيروا المكان، ده راح الجبهة اليمنى وده راح الجبهة اليسرى، ولكن اتشقلب وتغير الحال، الاحمر بقى ابيض والابيض بقى احمر، والمباراة اصبحت مشتعلة مشاهدينا ما بين اتحاد الشرطة والنادي الاهلي، ودي الركنية مرة تانية ولكن يطلع من القلب حجازي. صحيح الكورة مجنونة والكورة ليها احكام، واللي ما يقدرش ويحترم الكورة تقلب عليه في لحظة، زي ما حضراتكم شايفين حسين السيد يعمل تمريرة ولكن تتقطع، ابتدى يبقى فيه فوقان وفي رغبة وفي احساس بالقدرة من جانب لاعبي الشرطة بعد ما ادركوا هدفين متتاليين مع بداية الشوط الثاني. حسام عبد العال، التوزيعة الأمامية تتقطع، رمضان على طول بيحط جسمه وياخد الكرة في المساحة، مأجل الضغط خالد الغندور، ورمضان بيمشي ولكن من قبل عمرو جمال يضغط حلمي ويقطع قبل عمرو جمال. محمد بسيوني بيناور في الجبهة اليسرى، يرجع لريكو، التمريرة الأمامية عبد الله سيسيه يحطها مش لحد، يديها هدية لحسام غالي، ودي الكرة على طول لعبد الله، يسلم رمضان، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، لسه لاعيبة النادي الاهلي بيهدوا وبيحاولوا انهم يتحكموا في رتم اللقاء. رامي ربيعة، احمد حجازي، حسين السيد منتظر التحركات الأمامية، أدي على طول اللمسة المرة دي من عبد الله ولكن مش معدية، ترجع الكرة من جديد في اتجاه رمضان، بيحط جسمه رمضان ولكن عليه ضغط ثنائي، عدى يا ولد، عدى يا ولد من خرم إبرة، وفي صفارة وفي كارت، في صفارة وفي كارت، رمضان أبو التفانين حدوتة، 18 سنة زي ما حضراتكم عارفين، ولكن مستقبل كبير بينتظر هذا اللاعب الصاعد الواعد الموهوب رمضان، الموهوب ابو التفانين حدوتة، وكارت اخر جديد لعماد حلمي، ضربة حرة مباشرة، وابتدى الحضور ينده على لعيبة النادي الاهلي، العب يا اهلي. المباراة بعد ما كانت في منتهى السهولة اتصعبت، ودي كرة على طول في اتجاه المرمى من مؤمن زكريا، عايز يغالط عمرو حسام ولكن عمرو حسام راح وقفل على الزاوية الضيقة على طول، وياخد الكرة علشان تبقى ركلة مرمى، لكن احتسب ايه عاشور؟ ده احتسب خطأ على مهاجمي النادي الاهلي، هنشوف اللقطة، عايز يسددها من مرة واحدة ولكن احتسب خطأ على مين؟ مش واضح الصراحة لينا. رامي ربيعة على طول رمضان، مفيش كلام، الكرة لما بتوصل لرمضان
بنستمتع باللمسات واللقطات. ودي لقطة جديدة من رمضان، تقدم واخترق، هينتظر المساندة مع عبد الله السعيد. ادي عبد الله على طول بيمرر، عمرو بيعمل كنترول ويطلع عبد الله، عايز يربط ويكمل الجملة اللي كان بيطبقها بسهولة ويسر لاعبي النادي الاهلي في الشوط الاول. ليه؟ لان ما كانش في ضغط حقيقي من لاعبي الشرطة، وده اللي اتغير مع بداية الشوط الثاني. كرة للامام على طول، رامي بسيوني يعمل كنترول وعايز ياخد خطأ، وبالفعل بياخد ضربة حرة مباشرة لمصلحة اتحاد الشرطة في مكان مميز جدا جدا وخطير بعد تدخل من احمد فتحي. ادي اللقطة، صفارة ضربة حرة مباشرة، كرة تقريبا على بعد 23 متر، كرة قريبة. لكن اللي عجبني ان فريق الشرطة خرج الشوط الاول 1-4 هو وهاني رمزي، وطبق المقولة اللي بتقول مش مهم ايه اللي يحصل لك او ايه اللي حصل لك، لكن المهم هتعمل ايه في اللي حصل لك. وده اللي فكر فيه هاني رمزي، ودفع بعبد الله سيسيه وادى تعليمات جديدة وتواجد كبير للاعبي الشرطة في نص الملعب، زلل الفارق من 1-4 ل3-4. ضربة حرة مباشرة وحسام بيسدد، ولكن بترتد من الحائط البشري للاعبي النادي الاهلي. كرة للامام من عماد حلمي، ولكن سهلة في المتناول عند احمد عادل عبد المنعم. يحيى تراوري، عبد الله سيسي فرق كتير، مفيش كلام، عارف ازاي يتحرك، عارف ازاي يسجل، عارف ازاي ياخد اخطاء. ضربة حرة مباشرة وبدأنا نلعب في الدقيقة 70. حسام على طول بيمرر في الجبهة اليسرى عند بسيوني، هيعمل ايه؟ عايز يدخل لقلب منطقة ال18 ولكن يقع بدون أي أخطاء، ويضغط عليه مؤمن زكريا. تمريرة بالخطأ، يضطر غالي إن هو يرتكب خطأ، وصفارة ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة، أدي الكورة ما فيهاش أي حاجة أبدا أبدا، حط جسمه بوضعية سليمة جدا جدا مؤمن زكريا. يحيى تراوري، خالد الغندور، حسام عبد العال، الكرة للأمام على طول، رامي تخبط في رامي وتوصل لحسين. رمضان صبحي جه للجبهة اليسرى، النادي الأهلي عنده اللقاء القادم إن شاء الله هيبقى في دوري الأبطال في دار السلام عاصمة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دور الـ16. كان سبق وقابله لاعبي والنادي الأهلي قبل كده في دوري الأبطال عام 2014، كان الأهلي هزم 0-1 وجه هنا كسب 1-0، وأقصى هذا الفريق بركلات الترجيح 4-3. مش عايزين طبعا السيناريو ده يتكرر، ان شاء الله المباراة هيبقى يوم 9/4 الساعة 3 بتوقيت القاهرة. كرات رايحة جاية مشتركة ما بين لاعبي الفريقين، على طول خالد سطوحي يلعب بمبدأ الأمان ويطلع إلى خارج الملعب علشان تبقى تماس. مرة تانية عبد الله غالي يرجع لمحمد هاني. حسام غالي لسه النادي الأهلي ولسه مارتينيول لم يفكر في الحلول البديلة من على دكة البدلاء. قلت لحضراتكم في جون أنتوي وفي وليد سليمان وفي متعب
وعمرو السولية وحسام عاشور بالإضافة لسعد وشريف إكرامي. رامي ربيعة على طول، عبد الله بلمسة واحدة ذكية يلحق مؤمن زكريا ويعمل مشوار في الجبهة اليمنى، وادي العرضية قوية معدية الناس كلها، ولكن يلحق رمضان ويعمل كنترول وبيعمل فنتات وشغل الفوت وورك. حسين السيد عرضية بتبحث عن تدخلات عمرو جمال، ولكن التغطية الدفاعية أسبق من عماد يطلع إلى خارج الملعب ركنية. ركنية لمصلحة النادي الأهلي، وهي أول ركنية في الشوط الثاني تتنفذ على طول. كرة قوية جدا جدا، ولكن لسه في متابعة. رامي ربيعة بيرتكب خطأ وشايف عمرو السولية، هيبقى الورقة الأولى تبديلا للقائد حسام غالي. أدي عمرو السولية هيشارك النهاردة السولية للمرة الثالثة، والمباراة رقم 128 في الدوري الممتاز لعمرو السولية نجم الدراويش السابق اللي شارك مع الدراويش في 134 لقاء. عمرو حسام يلعب الكرة للأمام، عبد الله سيسي أضاف مفيش كلام، وكافئ هاني رمزي بعد ما سمح لعبد الله سيسي المهاجم البوركيني بالدخول. عبد الله سيسي بيعمل كنترول ويرجع لريكو، صلاح ريكو بيغير اتجاهاته ويعمل تمريرة أمامية، بسيوني بلمسة عايز يربط مع خالد الغندور، ولكن ارتداد أصبح فيه التزام دلوقتي من مؤمن زكريا بيرتد مع خالد الغندور. هتشوفوا حضراتكم موجود مؤمن زكريا بيقفل. سفارة وخطأ ضد خالد سطوحي لمصلحة عمرو جمال. ضربة حرة مباشرة. أحمد فتحي، عبد الله على طول بيرجع من جديد لمؤمن. أحمد حجازي، رامي ربيعة، حجازي من جديد بيمرر كرة في وسط الملعب. أدي التمريرات الخطأ وأول لمسة بالخطأ من عمرو السولية. محتاج لقاءات ومحتاج إن هو ياخد الثقة. كان لعب في لقاء دور ال 32 السولية، لقاء النادي الأهلي مع ديروت اللي انتهى بثلاثية نظيفة. هاني رمزي نجح في إدارة اللقاء في الشوط الثاني وصحح الأوضاع، لكن لسه النتيجة تشير إلى تقدم النادي الأهلي 4-3، لكن قدم شوط تاني غير بأداء غير ومردود مختلف تماما عن الشوط الأول. مرة تانية خالد سطوحي والكرة الأمامية، حجازي بيتصدى خصوصا في الحوارات الفضائية. آدي عبد الله سيسيه وآدي حوارات وسط الملعب على طول، فتحي يسلم لعبد الله سعيد، بيغير اتجاهه عبد الله، لكن رتم الاداء للاعبي النادي الاهلي بقى ابطا كتير. الشوط الاول شكل والشوط الثاني شكل تاني، كان اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم تبدلوا. ادي جمله حلوه 1-3، ولكن صبر عليها كتير. مؤمن زكريا سمحت بالتدخل من مدافعي اتحاد الشرطة. هذه مرة تانية ابعاد بقلشة، ولكن على طول الغندور يحط كرة في وسط الملعب يطلع ربيعة، وبسيوني عايز يكمل، ولكن ضغط من عمرو السولية على أحمد عادل.
حسين السيد يلعب كرة للأمام، مؤمن زكريا يلمس، رمضان في مكان خطير، الهجمات المرتدة السريعة بتعمل إزعاج، وادي مرور، وادي كرة جول، ادي كرة جول عملها رمضان، عملها رمضان، أبو التفانين حدوتة واداها هدية للغزال علشان يضيف خامس الأهداف للنادي الأهلي في الدقيقة 78، ولكن عملها، عملها وأشرها وسواها رمضان صبحي. أبو التفانين حدوتة، بص شوف رمضان بيعمل إيه، بص شوف بيعدي من ربع متر وحطها هدية، هدية للغزال عمرو جمال علشان يتسع بالفارق مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء ويضع الهدف الخامس للنادي الأهلي في هذا اللقاء والهدف الشخصي الرابع لعمرو جمال، وتصبح النتيجة 5-3 اتحاد الشرطة. المرة دي فرحة غير وسعادة غير من مارتن يول وكابتن سيد عبد الحفيظ، لأنه هدف يستعيد الثقة من جديد اللي انتزعها اتحاد الشرطة بإدراكه وتسجيله هدفين متتاليين عن طريق عبد الله سيسي مع بداية أحداث الشوط الثاني. لكن مباراة متقلبة، ودي كورة مرة تانية وحسين يعمل إبعاد خطير في اتجاه ريكو، ولكن ريكو يحافظ عليها وياخد ركنية. 8 أهداف، مباراة كبيرة جدا جدا، ومارتن يول عايز يقول لعظيمة ان في تعليمات جديدة، واعتقد وليد سليمان ورقة جديدة للنادي الاهلي. ركنية رقم 3 لاتحاد الشرطة على طول، احمد عادل ابعاد في مكان خطير، وادي فرصة، فرصة كبيرة جدا جدا، مش ممكن يا راجل، مش ممكن يا راجل، كان يقدر، كان يقدر ريكو بلمسة ان هو يعيد الفارق مرة تانية الى هدف واحد، ولكن عدت الكرة ومرت. هيخرج حسام عبد العال وينزل اجوجو، وتبديل جديد في الدقيقة 80 من هاني رمزي، تبديل هجومي بخروج حسام عبد العال والدفع باجوجو، وايضا خروج لمؤمن زكريا ونزول لوليد سليمان. خلاص الكابتن هاني رمزي ما بدهاش، بيرمي بكل اوراقه الهجوميه، ومارتن يول بيطمئن ايضا على الاوراق البديله الممثله في وليد سليمان. ادي الكره عايزه لمسه، عايزه لمسه من صلاح ريكو، ولكن عدى وجلى الكره اللي فاتت، وهو على بعد ايه، على بعد 3 متر فقط من مرمى النادي الاهلي. لكن مباراه مفتوحه، مباراة الكل فيها كان بيبحث عن الثلاث نقاط، ولكن عاب، عاب فريق الشرطة انه تخلى، تخلى عن الطموح والرغبة في الشوط الاول اللي سمح للنادي الاهلي انه هو يتقدم 4 أهداف، وكان عنده فرصة انه هو يزود 5 و6 في الشوط الاول. ادي لقطة الهدف الخامس بدأها مؤمن، لكن اخرجها والفها ونفذها رمضان، رمضان الموهوب ابو التفانين حدوتة، اداها، اداها دليفري للغزال عمرو جمال علشان يضيف الهدف الخامس للنادي الاهلي. مصطفى شمامة عامل النهاردة مباراة كبيرة جدا جدا، طبعا بعد خروج حسام عبد العال هيرجع مصطفى شمامة عشان يلعب في وسط الملعب بجوار ريكو، بينما اجوجو في اول لقطة ليه يسند على يحيى تراوري. ادي ريكو، خالد الغندور بيظبط كورته، خالد ويرجع لريكو مرة تانية، لكن مش هو ده صلاح ريكو اللي بدأ الموسم وشفناه في الموسم الماضي مع اتحاد الشرطة. صفارة ضربة حرة مباشرة لأحمد فتحي، تربو النادي الأهلي اللي النهاردة افتتح التسجيل بهدفين. أحمد حجازي يلعب كرة للأمام، عمرو جمال
وصل للهدف رقم 4 عم. وإيفونا طبعا حضراتكم عارفين إنه هو حضر إلى القاهرة متأخرا، المفروض كان يجي الجمعة، جه الحد، عشان كده تم استبعاده من هذا اللقاء. بالإضافة اللي بعد سؤاله أعتقد هيكون في غرامة مالية. النهاردة الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب انتهاء هذا اللقاء هيغادر القاهرة إلى تنزانيا والعاصمة دار السلام للتجهيز والترتيب لبعثة النادي الأهلي ولقاء يوم 9 إبريل المقبل أمام يانج أفريكانز. تتلعب رمية التماس، بيدور عليها عمرو جمال، ولكن أحمد عادل على طول يعمل إبعاد. محمود أجوجو عنده 4 أهداف ولعيب قوي طبعا، هو طبعا اسمه مش أجوجو، ولكن نسبة طبعا للاعب الغاني اللي احترف فترة في نادي الزمالك أجوجو، نظرا لتكوينه الجسماني القوي والشبه. يحيى تراوري بيلعب كرة للأمام، ما تلاقيش إلا فتحي، والله فتحي مدي صلادة الوسط الملعب. وليد سليمان في أول لقطة يعمل هات وخد مع عبد الله ويغير اتجاه اللعب عند رمضان. رمضان لوليد ودي الوان سري وحسين السيد، حسين السيد، ولكن أحمد عادل اللي قدر في اللحظة الأخيرة أنه هو يحط رجله ويمنع الوان سري الحلو اللي اتعمل في الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، ولكن رجع أحمد عادل في توقيت مناسب. ركنية رقم 6 لمصلحة النادي الأهلي تتلعب على طول المرة دي على القائم الثاني. وادي حجازي ولكن من على بعد 14 متر، كينج كونج أحمد حجازي بيحط كرة ولكن في المتناول عند عمرو حساب. قلنا في بداية اللقاء إن في فوارق تشكيلة النادي الأهلي، مش بس النادي الأهلي النهاردة بيلعب اللقاء رقم 1401 ليه في بطولة الدوري، بينما الشرطة بيلعب المباراة رقم 182 ليه. ولا ده النادي الأهلي ولا ده اتحاد الشرطة، ولكن تشكيلة النادي الأهلي كلهم لعيبة دوليين باستثناء أحمد عادل ودي عمر كمال عبد الواحد بديلا لمحمد بسيوني في آخر التبديلات. وحمد الله على السلامة لحسام عاشور القلب الشجاع لوسط الملعب بديلا لعبد الله السعيد في آخر التبديلات من مارتن يول المدير الفني الهولندي. أدي عبد الله أهدر ركلة الجزاء، ولكن ورط محمد عبد السلام في الهدف الثالث اللي أتى عن طريق النيران الصديقة. صلاح ريكو بيلعب عرضية ولكن على طول يا عيني على ربيعة. رمضان صبحي تقدم وعايز يعمل مشوار 1 وسط 5 ولكن تتقطع منه على طول. شمامة يجري عبد الله سيسي عايز يغير اتجاهه، ولكن زي ما بقول لحضراتكم حجازي موجود ثابت صلب في الدفاع، عنده قوة في الالتحامات، علشان كده بنقول عليه كينج كونج لأنه رمز للقوة وللوفاء. ودي مرة تانية وليد سليمان عمل مشوار ولكن في إعاقة وفي صفارة ضربة حرة مباشرة، هل فيها كارت؟ وكمان فيها كارت في الكرة اللي فاتت ديت لخالد سطوحي. هنشوف اللقطة، ادي الشد والجذب واضح تماما وقرار موفق من محمود عاشور. ضربة حرة مباشرة، اعتقد ان وليد سليمان هيجرب حظه خصوصا بعد ما خرج عبد الله السعيد، ولكن كورة بعيدة تقريبا على بعد 28 متر. ودي وليد سليمان بيسدد، والله زمان يا وليد، ولكن لسه مع توالي اللقاءات وتوالي المشاركات
هيعود وليد سليمان الحاوي واحد من المواهب الكبيرة سواء للنادي الأهلي أو لمنتخبنا الوطني، اللي قلت لحضراتكم إن كل تشكيلته لعيبة دوليين باستثناء الحارس أحمد عادل عبد المنعم، ودي كرة عرضية لاتحاد الشرطة اللي لا يمتلك أي لاعب دولي. مرة تانية ريكو، أحمد عادل، يحيى تراوري عايز يربط ويعمل هات وخد مع جوجو، ترجع ليحيى تراوري. خلاص بنلعب في الأمتار الأخيرة المتبقية، تحديدا بنلعب في الدقيقة 88، 5 النادي الأهلي 3 اتحاد الشرطة، في لقاء متقلب، لقاء فيه كلام كتير ممكن نقوله. رمضان صبحي واحد من نجوم اللقاء، أحمد حجازي بيغير اتجاهاته ويعمل المساندة عند رامي ربيعة، لكن ضغط متقدم جدا من لاعبي الشرطة. أسلوب، بدأوا بأسلوب مترهل جدا، وبدأوا الشوط الثاني بأسلوب مفاجئ جدا جدا للاعبي النادي الأهلي، ومفاجئ لينا وأعتقد مفاجئ لحضراتكم. قرب النتيجة من 4-1 ل4-3، لكن خبرات وقدرات وإمكانيات النادي الأهلي عادت بالفارق من جديد إلى 5-3. حسام عاشور محمد هاني بيمرر كرة في الجبهة اليمنى عند وليد، وليد سليمان عايز يحط كرة في قلب الملعب، ولكن على طول ضغط من لاعبي الشرطة. ما بقول لحضراتكم كان فين الكلام ده، ضغط جماعي، وشايفين حضراتكم 4 أبيض بيضغطوا على لاعبي النادي الأهلي في الشوط الأول، لا حول لهم ولا قوة طوال ال45 دقيقة. وبعد ما النادي الأهلي تقدم بهدف عادي جدا، زاد النادي الأهلي الهدف الثاني برضو كان عادي جدا، ثم الهدف الثالث برضو كان عادي، والهدف الرابع برضو كان إيزي وعادي، لكن اختلف الحال ما بين الشوطين، وشفنا فرقة جديدة، وشفنا تراخي أيضا من جانب النادي الأهلي، وشفنا عبد الله سيسي وهدفين متتاليين. تحترم الكرة تحترمك. صفارة وخطأ، وأربع دقايق واحد محتسب بدل ضائع، ودي عبد الله سيسي اللي عمل إضافة كبيرة قوية لاتحاد الشرطة مع الدقيقة 46 من عمر وزمن اللقاء، ودي شمامة واحد من نجوم اللقاء وأكثرهم تحركا من جانب الشرطة. أحمد فتحي يسلم على طول لعمرو جمال، عايز يعمل كنترول بالدوران بالمرور، ولكن يضغط عليه وتتقطع. مرة تانية حسام عاشور بيسلم على طول في وسط الملعب، كلها تمريرات، ولكن ضغط لاعبي الشرطة ضغط حقيقي. أحمد عادل منتظر التحركات، مين هيتحرك؟ جاله المرة دي ريكو، ولكن قافل معاه، قافل معاه كينج كونج أحمد حجازي. أحمد عادل هيلجأ للكورة العالية المتسقطة على حدود ال18، ولكن بالعقل وبالذكاء والمهارة حجازي يرجع لأحمد عادل عبد المنعم. بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع في لقاء الجولة رقم 23 ما بين الشرطة وما بين النادي الأهلي، 5 الأهلي 3 الشرطة، والنادي الأهلي بيقترب بشدة من الوصول إلى النقطة 50 وتحقيق الانتصار رقم 15 لهذا الموسم، ورقم 931 في تاريخه في الدوري الممتاز، أرقام كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي، صاحب طبعا
37 لقب من 57 مشاركة، بينما هذه المشاركة هي المشاركة السابعة لاتحاد الشرطة اللي خلاص أصبح في موقف لا يحسد عليه. أقرب المنافسين ليه هو المقاولون العرب المقاولين عندها 23 نقطة، والشرطة متوقفة عند 16. رمضان صبحي هيقدم لنا إيه؟ دخل كالمعتاد، ولكن المرة دي فكر في الفردية، عايز يعمل حاجة لنفسه بعد ما قدم هدية المظية لعمرو جمال. المرة دي تقدم واخترق، ولكن ما كانش محدد ايه الهدف، هيعمل ايه؟ تطول منه الكرة وتخرج الى خارج الملعب. خلاص مارتن يول بعد ما دفع ابو حسام عاشور بيتحكم في رتم اللقاء وفي الاستحواذ، ودي كرة مرة تانية، ولكن تحرك جيد من عمرو حسام. النهاردة كانت مهمة صعبة، صحيح استقبلت شباكه 5 أهداف، ولكن كلهم أصعب من بعض، ودي كرة مرة تانية بالخطأ وضغط من لاعبي الشرطة، ولكن خلصها بمهارة أحمد حجازي اللي بيلوم حسين السيد على التمريرة القصيرة. لازم اللعيبة تلعب على المضمون في التلت الأول، خصوصا بعد خطأ حسام غالي في الجون الثالث. المفروض لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تراوري بيلعب كورة، لكن المرة دي معدية من عبد الله سيسي اللي لو جاب فورمته البدنية هيفرق، مفيش كلام مع اتحاد الشرطة. حسام عاشور خلاص بنلعب في آخر الثواني، وأعتقد إن النادي الأهلي خلاص لعبته بخبراتهم وقدراتهم بيحسموا 3 نقاط. وبالفعل مشاهدينا بتنطلق صافرة انتهاء أحداث اللقاء بفوز كبير للنادي الأهلي على الشرطة 5-3، علشان يتصدر المشهد النادي الأهلي ويصل للنقطة 50. في النهاية لا يسعني مشاهدينا إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء.